هل بقدر اني اعمل تمرين الهاند ستاند وهو الواحد يوقف على ايديه بوزن اللي انا فيه اللي هو 108 كيلو وطولي 197 سنتي؟ شوف عليه هلا حورجيكم التمرين، والتمرين بقدر اعمله. اختصار الفيديو عشان مع انا بحبش اسلوب هذا التشويق وضلك استنى لاخر الفيديو مش عارف شو. لا بقدر اعمله، والتمرين سهل مش صعب، وبعمله لي زمان كتير. حتى لما كان وزني 115 لما كنت بعمل بولكينج كنت بقدر بعمله. هل بامكانك انك تعمله وانت عندك شويه فات وعندك شويه دهون زي اللي عندي هون؟ زي ما انتم حورجيكم اياها بالفيديو. يعني انا مش سوبر ريبت ومش كتير لين ومش كتير نحيف ومش بس تبعون الكاليستنكس اللي بيكون وزنه 50 ولا 60 كيلو و70 كيلو اللي بيقدروا يعملوها. لا بالعكس، هاي عباره عن مهاره. انت بدك تعرف الفرق المهاره. لما بدك تتعلم انت مهاره معينه بدك تتعلمها كيف تمشي فيها، بده يكون عندك بس شيء اسمه البيسك سترينث، يعني بده يكون عندك القوه الاساسيه للعضلات. بعدين تتعلم المهارة، تعلم المهارة انك كيف تحط كل الحركات مع بعض. يعني بالهاند ستاند بدنا نتعلم كيف الواحد يحط حركة ايده، كيف يشتغل بايديه من هون، كيف يشغل عضلات اللاتس مش عضلات الكتف، وكيف انه يشغل عضلات الكور وعضلات الجلوتس والرجلين. طبعا بدايتها راح تكون على الحيط. اذا بدكم اعملكم توتوريال عن الموضوع احكوا لي عادي، بس انا هذا الفيديو هيك سريع حبيت اورجيكم انه فعليا حتى شاب بضخامتي وبكبري، وانا كنت اعمل بودي بيلدينج لمده 20 سنه بعدين دخلت في الكاليستنكس، بامكانك تتعلمها وبامكانك تعملها. واذا انت حاسه حالك ناصحه شوي ولا لسه ما انحفظ وما صارش وزنك 50 كيلو او 40 كيلو، لا بامكانك تعمليها وبامكانك تعملها، والموضوع كثير سهل تتعلمه. بس الشغله الاساسيه فيه انك بدك ياخذ وقت للتعليم. المهاره دائما بتاخذ وقت، لا هرمون بفيدك ولا مكملات ومساعدات راح تفيدك ولا إشي بيفيدك غير انك تحط وقت وتمرين. بدك تحط وقت للموضوع، تتمرن على الموضوع تقريبا كل يوم، ومنه بصير عندك بروجرس. غير هيك هذا الإشي اللي بميز رياضة الكاليستنكس، وهذا الإشي اللي بخليني احترمها كتير وبخليني احترم الشباب اللي بيعملوا اشياء فيها مهارة، لانه هاي بتاخد وقت وبده الواحد يشتغل على حاله فعليا. انت ما في عندك اي نوع من انواع الشورت كاتس. الشورت كات الوحيد اللي بيكون عندك انه يجي واحد فهمان ويعلمك كيف تعملها، بس حيعطيك تيبس وتريكس تسهل عليك الموضوع وانك تصير تعملها بطريقه اسرع. كمان شغله بدي احكي لكم اياها، انا عندي اصابات. عندي اصابه برجلي اللي هي من حادث سياره صار معي من 6-7 سنين. في عندي بليت جوا رجلي، في حديده شابكه من الرجل من نص الفخذ للحوض، وفيها 7 مسامير، وفي عندي اصابه بكتفي من هون، هاي برضه من نفس حادث السياره، انكسر الكتف ولحم بطريقه كانت غلط لانه الدكاتره ما شافوا انه الكتف كان مكسور. راح احكي لكم عن حادث السياره هذا لحاله قصه بعدين راح نحكي فيها، وراح اعمل له فيديو لحاله عشان اورجيكم انه الواحد مش ضروري يوقف وما في اي شيء بوقفه اذا هو ناوي. باخذك الموضوع شوية وقت، راح تعمل ريهاب، راح تعمل فيزيو. فإذا عندك إصابات أو إذا أنت صار معك أي شيء ما تخلي شيء يوقفك. أنا بحكي لكم هذا الفيديو كله بس من باب التحفيز. في عندي كمان إصابة بالبايسبس من هون اللي هاي صارت من أيام الكاليستنكس. كنت بعمل تمرين بطريقة غلط وكانت يعني شوية معابطة، ويلا وبدي أشتغل على الموضوع، بدي أحاول أضبطه يعني بالخاوة وغصبا عن الدنيا، وما زبطته طبعا لاني كنت بتمرن بطريقه غلط. انا مدرب بس برضه الناس بتغلط وانا غلطت، وانا راح اكون كثير واضح وصريح معاكم باشياء كثيره. هاي الاصابه سببت لي انسكيورتي، يعني لفتره طويله ما عملت لها عمليه لانه ما نقطع التندون من هون، بس برضه راح احكي لكم على موضوع الاصابات لحاله. بس انا ما عملت فيها عمليه وقعدت اشتغل على شويه ريهاب وفيزيو، وبعدين البايسبس اللي صار فيه انه انقطع وطلع لفوق. فهذا شكل البايسبس، عشان هيك حتى حاولت اغطيها بتاتو اللي باخذ فيجولي باخذ الموضوع، لانها عن جد كانت عم تلي انسكيورتي. بس راح اكون كثير هيك بلانت، خلينا نقول واضح وصريح ونحكيها في على السبحانيه، خلي المواضيع بيناتنا. من اولها راح احكي وانا مرتاح لكم. هانسا حتى مع هاي الاصابه بعمل هاند ستاند وبعمل ماسل اب وبعمل هاي بوك جامب مع كل الاصابات اللي عندي، لانه عرفت كيف تعلمت، اخذت دورات، عرفت كيف
أطلع من المعوقات اللي كانت عندي هاي اللي خلتني أوقف لفترة وأرجع أتمرن بطريقة صحيحة. طبعاً هل تعلمت بطريقة التجربة؟ تعلمت بطريقة التجربة. هل لازم أنت تجرب وتتخوزق وتوقع على وجهك وتاكل هو وأنت بتتعلم؟ يعني بدك تتعلم هاند ستاند، لو بتتعلم هاند ستاند هل لازم أني أنزل على وجهي وأصير فلات سكرين عشان أتعلم؟ لا طبعاً. فعشان هيك بتروح بتاخذ توتوريال، بتفهم كيف الواحد يتعلم، بتشوف لك مدرب يساعدك، بتشوف لك حدا يساعدك. بدكم اعملكم توتوريال على الموضوع بعملكم، ما عندي مشكله. بديش اطول عليكم بالفيديو، بس حبيت اورجيكم هذا بطريقه سريعه. بدكم اورجيكم حتى طريقه الاحماء، طريقه التمرين، شو الفيديوهات اللي بتحبوا اني اعملها ودي يعني اورجيها اكثر على اليوتيوب، ممكن نعمل منها اكثر. انا لهلا عمالي بجرب وبحاول وبشوف شو الفيديو اللي ممكن يعجب الناس عشان نعمل اكثر منه. فانا لساتني في بدايه طريق اليوتيوب، فاللي بتحبوه احكوا لي عنه بزياده، راح اعملكم منه بزياده. اذا حبيتوا هذا الفيديو تابعوا في فيديوهات ثانيه راح تنزل، اعملوا فولو سبسكرايب ويعطيكم العافيه.